رب العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل يقول: الرجاء من فضيلتكم توضيح الفرق بين الكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية، وهل من مكروهات الصلاة ما هو للتحريم وما هو للتنزيه، وكيف نفرق بين ذلك؟ نرجو الإفادة وبارك الله فيكم. أول شيء يعني شرعاً كل يعني ما حرم الله فهو مكروه، نعم، كما قال جل وعلا: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالله حرم يعني على العباد ما يكرهه سبحانه وتعالى وما كرههم فيه، فالزنا والسرقة وشرب الخمر والهدي كلها هذه كلها أمور مكروهة في الشرع، هذا بالحقيقة الشرعية. في أحيانا في اصطلاحات عند أهل الفقه يعني قسموا الحرام إلى في حرام وقال لك في مكروه، هذا تقسيم يعني اصطلاح، كما قال لك مثلا في واجب وفي مستحب. فالواجب الفرق اللي يعني يعاقب تاركه ويثاب فاعله، والمستحب لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، مثل نوافل الصلوات ونوافل الصيام. والحرام اللي هو يعني حرام نصا مثل الزنا وشرب الخمر وغيرها، هذه حرام. وفي قال لك في شيء مكروه، مكروه هو قال هو الذي لا يعاقب يعني فاعله ويثاب تاركه، اللي هو الأمر الذي ليس فيه شيء يعني ليس فيه يعني نص صريح وليس فيه تحريم. ثاني قضية اصطلاحية، في يعني بعضهم اصطلاحا يقوم يقسم الكراهة إلى كراهة تنزيهية وكراهة تحريمية، يعني يقول لك هذا مكروه لكن مكروه كراهة تحريمية هذا الأمر، وهذا الآن هذا مكروه كراهة تنزيهية، يعني الأفضل تركه، يعني الأفضل ترك هذا. يقول لك مثلا والله الأكل في الشارع، يقول لك هذا ليس حراما لكن مكروه من باب الكراهة التنزيهية، انك تمشي في الشارع وكافر يعني وانت سائر مثلا. ف يعني المهم على كل حال التمثيل في يعني في انواع الكراهة قد يكون هناك امثال لا تحضر الآن يعني تمثيل اصطلاحات في هذا الأمر، لكن على كل حال معنى اصطلاح في كراهة تنزيهية اللي هي الكراهة التنزيهية اللي هي الكراهة التي تنزه الإنسان على لكن لا تعاقب فاعله عنده، ويثاب يعني يثاب من تركها ترك هذا الأمر فيكون مثاب. نعم. هذا سائل يسأل يقول: نرجو تفسير الآيات التالية من سورة مريم، يقول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وريا. قول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها، إن منكم يعني ما من أحد يعني كل أحد، إلا واردها النار كان على ربك حتما مقضيا، الأمر المحتوم يعني الذي لا بد أن يكون مقضي خلاص ليس فيه يعني رجع. يعني الورود أصل الورود الماء اللي هو الذهاب إليه، يعني يقول وردت الماء يعني رحت عند البئر او عند الكلى او عند المستقى عند النهر دي وردت الماء. فسر يعني بعض السلف هذا الورود بالدخول، وان منكم الا واردها يعني داخلها، ثم ننجي الذين اتقوا يخرجهم الله من النار ونذر الظالمين فيها جثيا بقي جثيا الجاثي، الجاثي هو الذي يقف على ركبتيه هذا الجثوم.
وفسرهم بعضهم بأن الورود هو المر على الصراط، فما من أحد يعني إلا يمر على الصراط، لكن جاء أن هذا الصراط إنما يضرب لأهل الإسلام فقط المؤمنين، أما الكفار فإنهم يساقون إلى الموت كما قال الله تبارك وتعالى: ونحشر المجرمين يومئذ وردا. وردا يعني عطاشا، يقول يا رب اسقنا، فيشار لهم جهة النار، يعني يبقى كما قال النبي يبقى النصارى واليهود بيت، فيقول يا رب يعني عطشنا اسقنا، فيشار لهم جهة النار فيذهبون فيتساقطون فيه، أن النار يعني هذا الماء يعني. والله تبارك وتعالى أخبر بأنه يحشرون إلى النار وردا يعني عطاشا. ففسر بعضهم إنه الورود للنار وإن منكم إلا واردها، العبر عن الصراط، لأنه لا دخول للجنة إلا بالعبر عن الصراط، فالناس يكونون في أرض بعد خروجهم ليس فيها عالم لأحد، ثم بعد ذلك يمكثون ما شاء الله أن يمكثوا، ثم بعد ذلك يقول النبي يضرب الصراط على ظهراني جهنم من الموقف إلى العبور إلى الجهة الأخرى التي فيها الجنة، فيمر الناس، يقول النبي يقول يمر الناس كالبر وكالطرف وكأجاويد الخيل والركاب، منهم من يمر ركضا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر حبوا، الواحد على حسب هذا، وفي ناس يتساقط كما قال النبي: وعلى الصراط كلاليب تخطف الناس بأعمالها، فهو ماشي الكلاب يضربه في يده. قال النبي: فمسلم الناجم ومخدوش الناجم مسلم، ما في لا يخدش، ويضربه الكلاب يخدشه لكن لا يخدش، ومخدوش على رأسه في جهنم، يخطفه الكلاب ويلقيه في جهنم، ثم ننجي الذين اتقوا بعد ذلك بالذين عبروا دون يعني أن تمسهم النار، وكذلك بالذين دخلوا النار بشفاعة يعني الشافعي. فهذا تفسير يعني بعض السلف لقول الله تبارك وتعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم قال جل وعلا: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات لهم عن الكفار قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن مردا. يقولون شنو هذا؟ يقول هذا مين اللي آمن بالرسول؟ هذا فلان بلال وعمار وصهيب كلهم جماعة يعني إما عبد وإما هذا وإما ملبي، وأما إحنا أهل أهل الثراء وأهل الغنى وأهل اليد، شوف نوادينا أي الفريقين خير مقاما في هذه الدنيا، البيوت الفارهة والبيت وأحسن الندية، أحسن النادي ده عنده دار ابن جدعان، وهذا عنده دار فلان، وهذا عنده دار فلان، دار فلان، نوادي اللي هم دورهم ويشتغلوا فيها. فيقولوا احنا، احنا نقول احنا الكفار، ودول فلان وفلان 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 وفلان، دول هذول المسلمين. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا. قال تبارك وتعالى: وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا ورئيا. كم تكثير أهلكنا قبلهم قبل كفار مكة من قرن من الكفار هم أحسن أثاث، الأثاث اللي كان فيه الأثاث اللي هو رياش البيت يعني فخامة والعروش يعني. هم خير مقيم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. انظر ناس لابسين يعني لباس الذهب والديباج وكذا، انظر فراعنة مثلا مصر وقوم عاد وما كانوا فيه وكبراء ثمود وغيرهم، يعني كم من هذه الأمم التي أهلكها الله
كانوا في غنى وفي ثراء وفي يعني معيشة لا تقارن بينها مع ما كان عليه يعني العرب من أمثال أبو جهل ولا صفوان ولا فلان ولا فلان مجد. وين الفرق هذا يعني؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وريكيا. كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن. نعم. هذا سائل يسأل يقول حديث ابن مسعود رضي الله عنه في سنن الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإن لكم في كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهل الذي يقرأ القرآن بغير تدبر وعقله مشغول بأمور كثيرة فهل يحصل على هذا الأجر أم فقط الذي يتدبره؟ نرجو الإفادة بارك الله فيك. إن شاء الله من يقرأ القرآن ولو بغير تدبر مأجور على القراءة يقرأ للحفظ، ولكن يعني القراءة الكاملة أن تكون بتدبر للمعنى وبحضور قلب، يعني بحضور قلب لما يقرأ، فهذا الأكمل فيه. لكن لو قرأ القرآن مثلا قلبه مثلا غافل ولاهي ولكنه يردده على لسانه كمن يقرأ في حافظه ويردده فإن شاء الله مأجور على قراءته إن شاء الله. هذا سائل يسأل يقول: سمعنا أحد الدعاة يقول من أكل أو شرب ناسيا في صيام التطوع فليفطر ولا يتم صومه، فهل هذا صحيح؟ نرجو الإفادة بارك الله فيك. لا مخطئ، هذا الداعي مخطئ، ولو تبين الأحاديث لعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث عام في صيام الفرض وفي صيام النفل كذلك. هذا سائل يسأل يقول: نرجو شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخبر فيه أن صنفان من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وأن ريحها لا يولد من مسيرة كذا وكذا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني صنفان من أمتي أمة النبي أمة الإجابة. النبي نبينا له أمتان، أمة الدعوة، كل من على الأرض من وقت النبي إلى آخر واحد يخلقه الله في هذه الأرض هذول كلهم أمة محمد. صيني، هندي، ياباني، أسود، أحمر، أخضر، أبيض، هذول كلهم هذول أمة النبي على أي دين كان وعلى أي ملة من أمته، يعني أمته أمة الدعوة، يعني النبي أرسل إلى هذا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالنبي مرسل إلى العرب وإلى العجم وإلى الهند وإلى الترك وإلى كل أمم الأرض. فكل أمم الأرض من وقت النبي إلى آخر يعني من يكون من هذه الأمم ذو أمة النبي، أمة نبينا دوحدوح. ثم أمة إجابة وهم الذين استجابوا دخلوا الإسلام، فذول أمة محمد كذلك أمة إجابة. كل من آمن بالرسول وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول أصبح من هذه الأمة. فقول النبي صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما من أمة الإجابة، ويقول ذول من أهل النار لم أرهما مش في حياته، يعني ليسوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كأسياط عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يرين الجنة ولا يريحن ريحها وإن ريحها لتوجد المسيرة كذا وكذا. فالنبي يخبر عن صنفين من أمة الإجابة مسلمين لكنهم ما يشوفوا الجنة ولا يشموا ريحتها وإن ريحها لا توجد مسيرة كذا. أربعين سنة مشي يشم من كان
يعني تبعد الجنة عنه 40 سنة يشم لي حاجة، لكن هؤلاء ما يشمونها، يعني بعيون عن الجنة كل البعد. فالرجال معهم سياط صوت اللي هو العصر، لكن كأذناب البقر مثل ذيل البقرة اللي بيسموه الكربات، هذا الصوت يضربون بها الناس، يعني يعذبون بها الناس طبعا ظلم. فهذا أول قسم من أهل النار. ثم قال نساء كاسيات عاريات، يعني هي كاسية لكن عارية، إما لأنها تلبس ما يشف، وإما أنها تلبس ما يصف، إما لباس طيب يصف العضو، وإما لباس شفاف كذلك يشف عن العضو، فهي كاسية بالاسم كاسية لكنها في الحقيقة عارية، كذلك كاسيات عارية. مائلات عن الطريق الصحيح، مميلات لغيرهن لأنها نموذج يتبعها من بنات جنسها، أو مميلات للرجال تدور رأس الرجال، مفهوم؟ رؤوسهن كأسلمة البخت، والبخت جمع بختية ناقة اللي تكون تنامها كبير سمينة، تنام إذا كان بيت، فيقول رأسها مثل تنام البعير. الحين بيجيبوا علبة نيلو وتحطها على رأسها وتلفها. ها؟ نيلو؟ برضو نيلو؟ في تاني؟ طاقة كده كبيرة ما ريت وتحطها وتغطيها كمان فوق رأسها، يعني مش تكتفي بشعرها انه تكبي يعني تكور الشعر وتخليه ظاهر، لا حط لها كمان علبة فوقها علشان تبين. ها؟ صدق رسول الله، لا اله الا الله، لما نشوف هذا نقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. الرسول كانه كان ينظر لها، يقول ما شفته ما عنده، لا لكن النبي اراه الله تبارك وتعالى. قال رؤوسهن كأسلمة البخت صلى الله عليه وسلم، هذا من دلائل نبوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الرسول قال لا يرين الجنه ولا يبكن الريح، صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله